يقول؟ يقول الباب اللي قبل هذا باب من الشرك، وهنا قال باب ما جاء في الرقى والتمام. لماذا لم يقل الشرك الرقى والتمام؟ لأن الرقية تنقسم إلى قسمين، شرعية وشركية، والتمائم كلها شرك. التمائم قاعدة كلها شرك، إلا إذا كانت من القرآن فهي محرمة. انتهي؟ فهم مفهوم؟ لماذا قال في الباب الأول باب من الشرك لبس الحلقة؟ لأنه كلها شرك إما أكبر أو أصغر. هنا بدأ يفصل، قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، لأن الرقية تنقسم إلى قسمين، شرعية وشركية، رقية شرعية ورقية شركية. الرقية الشرعية لا بد تتوفر فيها شروط ثلاثة، اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة تنتقل من شرعية إلى شركية وانتهى الأمر. الأول أن تكون الرقية من القرآن، كان يقرأ الفاتحة، أو بالسنة، كان يقول أعوذ بكلمات الله التامة، أو بأسماء الله وصفاته، كأن يقول يا حي يا قيوم اكشف ما نزل بي أو بأخي. تمام؟ هذا الشرط الأول، أن تكون الرقية من القرآن أو السنة أو بأسماء الله وصفاته إذا كانت من باب الدعاء. يصح أن يدعو باللغة الروسية، باللغة البنغالية، باللغة الهندية، باللغة الأردية، بأي لغة يصح يدعو بلغته، لكن بشرط أن لا يغير الأسماء الحسنى. يقول يا الله ثم بلغة يقول مثلا زوجني، اغفرني، ارحمني، كذا. تمام. الثاني أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع، يعني لا يصح أن يتكلم بكلام يقول خربوش خربوش لا ندري إيش هذا، أو يتمثل نقول لا نريد نفهم ونسمع ما تقول. لو يأتي مثلا عندنا مفتي المملكة حفظه الله ويريد يقرأ على لسان، نقول لابد تقرأ بصوت مرتفع على من؟ وهو المفتي عندنا، فما بالك غير هذا. ولا يوجد، اسمع، لا يوجد رقية بغير اللغة العربية، لا يوجد رقية بغير اللغة العربية إلا إذا كانت من باب الدعاء، بشرط أن لا يغير الأسماء الحسنى، لأنه ممكن ينادي الشيطان هو، يقول خربوش مثلا، أنا لا أدري ما هذا خربوش، نعم. طيب، الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية سبب، ولهذا قال لا يسترقون، لأنه أغلب الناس يعتقد في الراقي، فيعتقد أنها سبب، والذي بيده جلب المنافع ودفع المضار هو الله سبحانه وتعالى.